العربية الأصيلة في هذا اليوم الأحد الموافق 30 من شهر أكتوبر لعام 2016 تتواصل تحديات وانطلاقات هذا المساء مع شوطنا الرابع الخاص للقعدان اللقاية من مسافة 4 كيلومترات. شعارات يا أصحاب السمو الشيوخ والسعادة تنطلق هنا في هذا الميدان. نبدأ مباشرة مشاهدينا الكرام بمقدمة هذا الشوط عرقان لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عبد الرحمن الكبيسي يتابعه في التضمير، بينما المركز الثاني جلمود لهجنة الشحانية بمتابعة المضمر قائد الجزر العملاق سلطاب محمد بن سالم الوهيبي على ثاني المراكز. المركز الثالث الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني مع المضمر مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري ينطلق في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع بديع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني وبقيادة المضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحة بالمري ينطلق في المركز الرابع وعلى خامس المراكز. في ختام ندانا الأول مشاهدي الأعزاء مع الواعي لهجنة الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع جلمود هو من ينطلق في أول المراكز لهجنة الشحانية والمتابع العملاق عملاق المضمرين سلطاب محمد بن سالم الوهيبي، ولكن من الجانب الآخر الأسد مشاهدي الأعزاء يتدخل في هذه اللحظات إلى أول المراكز لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني والمضمر مسفر بن علي بن عبيد السناري، وعلى ثالث المراكز بديع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني والموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب ينطلق في المركز الثالث، بينما رابع المراكز الوصول في هذه اللحظات من عرقان لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عبد الرحمن الكبيسي بالمتابعة والتضمير على مستوى والمركز الرابع. خامس المراكز وخامس المنطلقين في هذا التحدي الواعي لهجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري يتواجد مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ونعود حيث البداية. هنا الأسد مكشر عن النيابة، الأسد مشاهدينا الأعزاء ينطلق بمقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري يقوم بعملية التضمير والمتابعة على أول المراكز، بينما المركز الثاني اللي يتدخل في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء الواعي وعى الواعي في هذه اللحظات مع 1500، وهنا شعار هجنة الشحانية والذهبي سالم بن فران المري. المركز الثالث جلمود لهجنة الشحانية وبمتابعة المضمر العملاق سلطاب محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، بدأ الدخول والانطلاق على رابع المراكز من قبل بارود لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري. وهنا القادم في هذه اللحظة أتابع الأسماء، أتابع الشعارات المنطلقة. خامس المراكز الأسد، ولكن هنا مشاهدي الأعزاء أكسجين لهجنة الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا قائد الجزر ياتي بأكسجين لأول ندى، يصل في هذه اللحظات ويتسلل إلى المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء مع افتتاح الكيلو المتر الأخير 900 متر أخيرة ما يتبقى عن الناموس عن الفوز. هنا شعار سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني بمتابعة المضمر مسفر بن علي بن عبيد السناري ينطلق بالمركز الأول، معلن تواجد الأسد على الصدارة. ينطلق الأسد يعلن هذا الانطلاقة، يعلن هذا الأداء الجميل بشعار سعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني مسفر بن علي بن عبيد السناري. هو المضمر لهذا الشعار الكبير اللي انطلق، أعلن الانطلاق في هذا اللحظات ويعلن
أيضا الانفراد عن بقية المراكز. الله يلسد على الصدارة، ولكن القادم مشاهدي الأعزاء الواعي الهجنة الشحنية، ولكن يبدو الأمور مع الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني بمتابعة المضمر مسفر بن علي بن عبيد السناري، يعلن هذا الانطلاق مع الأمتار الأخيرة ويحسم أمور هذا الشوط مع الأسد اللي مكشر مع النيابة في الأمتار الأخيرة. يصل مشاهدينا الكرام الأسد إلى خط النهاية بدون أي منافس ومنازع على الإطلاق. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، والتهنية إلى المضمر مسفر بن علي بن عبيد السناري. من تابع الأسد إلى خط الناموس تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني الواعي لهجنة الشحنية، المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام أكسجين لهجنة الشحنية، المركز الرابع جاء في مشاهدي الأعزاء بارود لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، المركز الخامس وصل فراع وفزع نعم لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني على فوز الأسد بالمركز الأول. والتوقيت الزمن 6:10:06 من الثانية. التهنية موصولة إلى المضمر مسفر بن علي بن عبيد السناري من قادة الأسد إلى خط النهاية. تهانينا والناموس المركز الثاني وصل في مشاهدينا الكرام الواعي لهجن الشحنية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. والتوقيت الزمني 6:16:03 من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام أكسجين لهجنة الشحنية مع المضمر قائد الجزء سلطان محمد بن سالم الوهيبي. والتوقيت الزمني 6:19:00 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.